كل مدينة ليها روح وطابع مختلف عن غيرها. البيوت والشوارع والمنشآت بتشكل وجداننا وبتخلق فينا ذكريات تربطنا بالأماكن. عشان كده لازم كل شبر في الأرض يصمم بدقة، وده يأكد لنا مدى أهمية التخطيط العمراني، لأنه بيمثل عصا المايسترو في لحن الارتقاء بالحياة، وخبراء المعمار هم قادة أوركسترا الحضارة. أرك بلان للاستشارات الهندسية والتخطيط العمراني، واحدة من أكبر شركات الاستشارات الهندسية في الشرق الأوسط. أرك بلان كونسلتنج هي أحد الشركات الرائدة في مجال الاستشارات الهندسية. اتأسست سنة 1982، أسسها الدكتور أيمن عاشور أستاذ العمارة والتخطيط كلية هندسة جامعة عين شمس. كانت بداية الشركة من خلال الاشتراك في مجموعة من المسابقات المعمارية، يمكن كان أول مشروع هو الهيد كوارتر لشركة الدلتا للتأمين. تاني مايلستون كان مشاركة أرك بلان في مشروعات تطوير المدن القائمة. أبرز المشاريع اللي شاركنا فيها على مستوى الخليج العربي إعداد المخطط العام لمدينة الضخم، اللي هي بتعد أول مدينة جديدة في سلسلة المدن الجديدة في سلطنة عمان ككل. بالإضافة إلى تطوير المنطقة الاقتصادية في الزهرة على الحدود ما بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. المايلستون الرئيسي والأساسي في تطوير المدن القائمة كان في سنة 2002 في جمهورية مصر العربية، عندما كلفنا بإعداد مخطط التنمية الشاملة لمدينة الأقصر. حصلنا على جائزتين لمنظمة العواصم والمدن الإسلامية لتطوير مدينة الأقصر بشكل عام، وحصلنا على جائزة سيتي سكيب كأحسن مشروع تطوير عمراني لمشروع تطوير ساحة الكرنك. أرك بلان كانت أحد المؤسسين لتحالف التنمية العمرانية Urban Development Consortium 5 Plus، وده تحالف شركة جديدة تم تأسيسها في 2014 بتحالف من 5 مكاتب كلهم بايونيرز في مجال الاستشارات الهندسية في مختلف القطاعات. كنا حريصين إن احنا نجوين فورسز علشان نستعد للطفرة العمرانية الجديدة ونستهدف مشروعات الميجا سكيل بروجكت. كان من أوائل المشروعات اللي شاركنا فيها كان مسابقتين. المسابقة الأولى كانت إعداد المخطط العام لجامعة جيزان، ودي حصلنا فيها على الجائزة الأولى. المشروع الثاني وهو كانت المسابقة الخاصة بإعداد المخطط العام للعاصمة الإدارية الجديدة. الأهداف العامة للعاصمة الإدارية الجديدة كنا حريصين إن هي تمثل الأهداف الرئيسية لمدن الجيل الرابع. استكمالاً للمرحلة الأولى 5 Plus UDC كانت مكلفة بإعداد المخطط الاستراتيجي ثم المخطط التفصيلي للمرحلة الأولى لـ 40,000 فدان وبعض المشروعات الرائدة على مستوى الـ 40,000 فدان، وده كان بيشمل تطوير منطقة R3 أول حي سكن اللي كان بيعتبر كنموذج للمناطق السكنية على مستوى العاصمة، وده يمكن قارب على الانتهاء والتسليم. المرحلة أو المايلستون اللي بعد كده إن أرك بلان كلفت بقى كأرك بلان كونسلتنج بإعداد المخططات التفصيلية لبعض المناطق المميزة على مستوى المرحلة الأولى، بداية من تخطيط منطقة الداون تاون اللي هي بتقع جنوب الوزارات على مساحة حوالي 1300 فدان، وهي بتعتبر قلب العاصمة الإدارية الجديدة، وهي الظهير التجاري والظهير الاستخدامات المختلط لمنطقة الوزارات ومنطقة البنوك. أحد المشروعات المهمة جدا اللي شاركت فيها أرك بلان هو مركز مصر الثقافي الإسلامي، وهو بيمتاز بخصوصية شديدة في الموقع لأنه بيقع على المحور الرئيسي الرابط ما بين القصر الجمهوري وطريق محمد بن زايد الشمالي، وبيتقاطع عمودي عليه المحور الرابط ما بين مجلس الوزراء ومجلس الشعب، ما يؤهله ان هو يبقى اكبر مركز ثقافي اسلامي على مستوى الشرق الاوسط. احد المشروعات المهمه اللي كلفت بيها أرك بلان داخل العاصمه الاداريه الجديده هو تخطيط منطقه الميديا سيتي، وهي منطقه موقعها مميز جدا. هي بتقع جنوب منطقه السي بي دي على مساحه 500 فدان، وبتطل مباشره على طريق محمد بن زايد الجنوبي والطريق الدائري الاقليمي. مشروعات عملاقه وصل عددها ل 1000 مشروع معماري صممتها أرك بلان واشرفت على تنفيذها بمجهود نخبة من أمهر المهندسين والمعماريين في جميع التخصصات، والنتيجة طفرة معمارية تليق بمكانة مصر.
حقيقة على مدار السنين اللي فاتت ومع تطور وتوسع أعمالنا كنا حريصين على استقطاب المهارات والكفاءات العالية جدا اللي مؤمنة بالأفكار الخاصة بالمكتب واللي بتقدر تشارك معنا كفرقة عمل لتحقيق الأهداف الخاصة بالمشروعات بتاعتنا، وصولا إلى إن احنا النهاردة وصلنا لأكثر من 200 مهندس في مختلف المجالات والقطاعات الهندسية المختلفة لخدمة كافة المشروعات بدءا من تخطيط المدن حتى التصميم الداخلي للمشروعات ككل. الحقيقة كل الإنجازات اللي تمت على مدار الأربعين سنة اللي احنا بنفخر بيها جدا دي ما كانتش هتتحقق إلا بفضل فريق العمل المتميز الدؤوب. لو حبيت أشكرهم واحد واحد مش هديهم حقهم. وبعد أكتر من 40 سنة خبرة في قطاع الاستشارات الهندسية تتجه أرك بلان لتنفيذ أول مشروعاتها في مجال التطوير العقاري. الكواري فيردي مبنى إداري صمم على طراز عالمي بأسلوب العمارة الخضراء المستدامة. مصر بتشهد طفرة كبيرة ونقلة نوعية في مجال التنمية العمرانية، فاحنا حبينا ان احنا نكبر دورنا وكمان نخش المجال ده عشان خاطر نضمن تطبيق السياسة اللي كانت متصممة عليها العاصمة الإدارية الجديدة. احنا بنصمم مدينة سمارت بتناسب العصر بتاعنا اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، في نفس الوقت بنهتم ان احنا بنعمل ووكابل سيتيز، عشان كده اخترنا العاصمة الإدارية الجديدة عشان تكون دي نقطة الانطلاق بتاعتنا لتطبيق مفهوم الاستدامة والعمارة الخضراء. المختلف عند ارك بلان ديفلوبمنت عن اي مطور موجود ان احنا جايين بمعرفة كبيرة جدا، يمكن التاج لاين بتاعنا هو ديفلوب ويذ نوليدج، عشان دي حقيقة. احنا عندنا اكتر من 40 سنة خبرة في الاندستري، احنا بندعمها بان احنا نخش في مرحلة الديفلوبمنت، وده شيء احنا شايفينه بيميز ارك بلان ديفلوبمنت خصيصا في سوق العاصمة. احنا اشرفنا وصممنا على العديد من المشروعات اللي اتنفذت في ارض الواقع، واحنا مرينا بكل المعوقات اللي ممكن تحصل لاي مشروع، فبالتالي احنا لما هنخش مجال التطوير العقاري احنا عندنا الخبرة الطويلة والخبرة الكافية ان ما يحصل لناش اي نوع من المعوقات دي. الكوري فيردي هو في موقع مميز جدا، المنطقة اللي احنا فيها هي منطقة البنوك اللي هي معاها الحي الحكومي، المنطقة دي هي بتحاكي بعض المناطق وجمعتها في منطقة واحدة بشكل عصري ومور افيشن للجمهور. فالمنطقة دي احنا لنا نتخيل كده ان احنا جمعنا ما بين ميدان التحرير وما بين منطقة البنك المركزي مع منطقة الوزارات في ظهرهم قصر الرئاسة اللي هو القربة، جايبينها كلها في منطقة واحدة واحنا في قلب المنطقة دي. الكواري فيردي تصميم مبتكر تم استلهامه من الحضارات والثقافات المختلفة، يمزج بين عراقة الماضي ومواكبة الحاضر والتطلع إلى المستقبل، مستوحى من الحضارة الفرعونية والحضارة الرومانية، يتم بناؤه بأحدث تقنيات التكنولوجيا العالمية علشان يكون واحد من المباني الصديقة للبيئة واللي بيتحقق فيها أكبر قدر من معايير التصميم المستدام. واحنا حبينا ان احنا المره دي نستعين بستيفانو بويري اركيتاتي، وده واحد من البايونيرز بتاعه السستينابيليتي في العالم، وده قام بتنفيذ العديد من المشروعات في كل دول العالم، فعشان كده احنا حبينا ان احنا نستعين بيه هنا عشان خاطر ندخل السستينابيليتي بشكل جديد وبشكل مختلف عن كان موجود قبل كده في مصر. تم البدء بالفعل في بناء مشروع الكواري فيردي قبل الاعلان عنه بمواصفات قياسيه تنسجم مع البيئه عن طريق استثمار مصادر الطاقه المتجدده واللي بتقلل تلوث البيئة من جهة، ومن جهة أخرى بتحافظ على صحة وسلامة الإنسان. وارك بلان ديفلوبمنت عشان هي مهتمة جدا بأن الاند يوزر أو الانفستور الشريع عندها يستفيد أقصى استفادة، فاحنا قررنا أن معاد التسليم بتاعنا يكون 3 سنين، والثلاث سنين دي هيكون المنطقة اوريدي شغالة، فالانفستور أو الاند يوزر يقدر يشغل على طول. إن احنا كمان بنسلم المشروع متشطب بالكامل، فانت 3 سنين تقدر فعلا تشتغل. فاحنا بنعرف المستثمر هو هيستفاد ايه من الايكو فريندلي ومن السستينبل بيلدينجز بشكل عام، ان احنا الفتره اللي جايه هي فتره زي ما قلنا مهمه جدا للانفايرمنت، والمباني دي من طبيعتها بتوفر عليك تكلفه، انت اوريدي صاحب شركه او صاحب بيزنس فاتح في المبنى ده عندك تكلفه ثابته بتحاول بقدر الامكان ان انت تسعى في ان انت تقللها. احنا بنساعدك ده من الخدمات اللي موجوده في المبنى من حيث توفير الطاقه، كهرباء، ميه، الكلام ده كله بيساعدك ان انت سستين يور بزنس وتقدر تبقى تمشي بشكل افضل. المستقبل شيء مجهول بالنسبة لبعض الناس، احنا مش منهم. كل خطوة بنمشيها النهاردة بتصنع جزء من مستقبلنا ومستقبل وطننا، وكل حلم بيتحقق بيخلق معاه تحدي جديد وحلم جديد بحياة أفضل لكل المصريين. أرك بلان، طريق للارتقاء بالحياة.